وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح رجل الأعمال والكاتب الصحفي مرتضى اللواتي من مسقط أن أهداف رؤية سلطنة عمان طموحة جدا على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت السلطنة من أفضل الدول في مجال الابتكار والتنافسية. أهداف رؤية عمان هي طموحة جدا، والتي تريد أن تدفع عمان إلى مصاف القرن 21، ويكون هناك اندماج كامل بين الاقتصاد العماني والاقتصاد العالمي. باختصار، تنويع مصادر الدخل وفك الاشتباك بينه وبين النفط بدأ، وهذا من أهم أهداف رؤية عمان 2040، تنويع مصادر الدخل، وجعل عمان من أفضل الدول في مجال الابتكار وإيجاد نظام حكومي، نظام إداري حكومي عالي المستوى في نفس الوقت قليل التكلفة، وتطبيق طبعا جميع أنظمة الحوكمة والمساءلة بفعالية عالية، بحيث تكون عمان من أفضل الدول أو من الدول الجيدة جدا في مجال التنافسية. وزيادة، وهذا شيء مهم، زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً